يا الله. هل أحكام الشك تختلف عند الوسواسي مثل الشك بعدد الركع والنسيان؟ خبز الوسواسي هذا شخص أساسا لا يعتني به، المفروض لا يعتني بما ينتابه من هذه القضية، يبني على وقوع ما شك في كونه غير واقع وعدم ما وقوع في شك ما يشك في أنه من المنافيات التي يشك في أنه وقعت أو لا. شنو رأيك بأمير القريشي؟ يا عزيزي مطلع رأينا بهؤلاء، يعني بعض هؤلاء لا يساوي اللباس الذي يرتديه. شيخنا أريدك شنو تفتح عن الحظر؟ على شنو نفتح لك؟ وليش حاضرك أنا أساسا؟ على شنو حضرتك أنا بالتليجرام؟ على شنو حضرتك أصلا؟ عزيزي إذا كنت تقصد القدرة، القدرة موجودة، أهل البيت دعاؤهم كدعاء الأنبياء، إذا أرادوا أن يدعوا الله للقيام بأمر فإن الله لا يخلف كلامه، هذه قضية واضحة. عزيزي هذه الرواية لا وجود لها، ما صحت الإمام الصادق الحمد لله الذي جعل أعدانا من الحمقى، هذه الرواية غير موجودة غير صحيحة. إن شاء الله الكراس الذي وعدت الأخوة أن يكتبه في القضايا في هذه الروايات الموضوعة سيكتب في هذه الرواية وأذكر يعني ذلك.